بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم في موضوع قسم المقاصة. حنحل مع بعض مثال لكتاب صفحة 63 ونبدأ حل على غرض الله. بيحكي لي بالمثال انه احد الشركة العربية باعت موظفيها لعملائها بضاعة بقيمة 120,000 دينار وحصلت شيكات بالمبالغ. العميل اللي اشترى جاء حكى للشركة: يا شركة، انا معيش مصاري ولكن معايا شيكات، تفضل هاي الشيكات وروحي حصليها بنفسك من البنوك، مش من بنك واحد، من البنوك. مين هم البنوك؟ مين هم الشيكات؟ مين هم البنوك؟ قال في شيكات بتصب على البنك الاهلي الاردني، بنك الاسكان، وفي شيكات بتصب على البنك الاسلامي، وفي شيكات بتصب على بنك القاهره عمان، وفي شيكات بتصب على البنك الاردني الكويتي. طبعا التاجر او الشركه مش معقول تروح على كل بنك على حده عشان تحصل هذه الشيكات، فبتطلب من البنك خاصتها اللي هو البنك العربي الوطني، تطلب منه: يا بنك، روح توجه انت وقدم لي خدمه وحصل لي المبالغ هذه من البنوك الاخرى. فالبنك بيقوم بهذه الخدمه، فبتوجه فيها بيستلم الشيكات، فموظف الحسابات بيستلم الشيكات هذه وبروح بروح بودعها في قسم المقاصة على عشان قسم المقاصة تتولى عملية التحصيل. تمام كده؟ طيب الشيكات هذه عندي، بحكي عندي 5 شيكات مسحوبة على البنك الأهلي وحنشوفها من خلال الشاشة عندي موجودة هنا. شيكات مسحوبة على البنك، 4 شيكات مسحوبة على البنك الإسكان وهي مبالغهم وأرقامهم، 3 شيكات مسحوبة على البنك الأهلي الإسلامي، 5 شيكات مسحوبة على البنك قرع عمان، و 3 شيكات مسحوبة على البنك الأردني اللي عندهم. هاي الشيكات استلمناها. تمام كده؟ طيب ايش دور موظف الحسابات اللي هو التيلر او موظف اللي بيستلم الشيكات؟ ايش دوره؟ دوره انه يقوم عمل قسيمة او يعني مستند استلام يثبت انه هو استلم الشيكات هذه. احنا مستند بنسميه قسيمة ايداع شيكات مقاصة، قسيمة ايداع شيكات ايش؟ مقاصة. فهتلاحظوا في هيهان انه عندي انا هاي القسيمة موجودة عندي، قسيمة ظاهر فيها بنك الاهلي بجميع الشيكات، بنك الاسكان، بنك الاسلامي، والبنك القاهرة عمان، وبنك الاردن، كل الشيكات هاي موجودة عندي، وفي الاخر بديني الرصيد. بديني ايش؟ الرصيد قيمة الشيكات هذه، وهي كتبت اكتب لي بالارقام وبالحروف، وفي الاخر بحكي لي انه سجلت بحسابكم. هذا لا يعطيكم حق المطالبة بسحب قيمتها الا بعد تحصيل هذه الشيكات. طبعا البنك بياخذ فرصه 3 ايام لكي يقوم بتحصيل هذه قيمه الشيكات. بعد 3 ايام اذا تحصلت تنزل في رصيدك، بتكون نازل في رصيد وبتحسب تسحب القيمه. الحين الشيكات هذه يا شباب، طبعا انا مش هروح اعمل القسيمه هذه احتملوها انتم، لان حرام اعملها، بدها تاخذ معي 3 دقائق هتاخذ اللوح كليته، فيكتفي بالموجود عندي على الشاشه وموجود في الكتاب. فمطلوب منكم ايش؟ تقوموا بايش؟ بكتابه القسيمه. طبعا لما اجيب لكم قسيمه، لما اجيب لكم مثلا مش هكون في عندي 30 شيك زي ما هو بده، ولكن حكون عندي مثلا شيكات 3 4 5 او حسب ايش الموجود. فمطلوب منك ايش؟ عمل قسيمة إيداع. طبعا قسيمة إيداع بالشكل هذا، كتب لي فوق طبعا شعار البنك وعنوان
المستلم اللي هو قسيمة 12 شركات مخاصة في أي فرع للبنك؟ فرع جبل حسين. رقم حسابه، حساب العميل قديش؟ ومكتوب هنا قيدوا الحساب لحساب الشركة العربية للصناعة الكهربية المبالغ مبينة أدنى. وهل إيش القصيرة بالتالي؟ واحفظوها وقروها على وجه الله. الحين بعد ما استلم الموظف هذه القسيمة، هذه الشيكات وسلم العميل تاعه القسيمة، حيروح يعمل ايه التالي؟ من حساب شيكات راسل التحصيل الى حسابات جارية دائنة مبلغ 120,000. طبعا هنا ممكن انا بدل قيد هذا اعمل قيدين واكتب حساب شيكات رسم التحصيل الى حساب حسابات جارية الى حساب مدعي شيكات رسم التحصيل، ولكن يعني فيه بهذا القيد. لو كان لقيت فيه الى حساب مدعي شيكات رسم التحصيل فممكن احنا نصيد عنه بقيد واحد بدل قيدين. إذا قيد واحد حساب شيكات رسم التحصيل حساب حسابات جارية دائنة، طبعا مبلغ الشيك حط حساب لكن بستطيع لا يمكن اسحب منه الى ان يحين موعد استحقاقه. تمام كده؟ تمام. طيب الحين الموظف هياخذ الشيكات هذه ويتوجه بها الى قسم المقاصة. هاي الوظيفة قسم المقاصة، موظفي قسم المقاصة استلام الشيكات. قلنا استلام الشيكات، بعد استلامها فرز الشيكات. هذه الشيكات مرسومة على البنك الاهلي لوحدها، شيكات مرسومة على بنك الامارة عمان لوحدها، شيكات مرسومة على البنك الاسلامي لوحدها، شيكات مرسومة على البنك العربي لوحدها. تمام هيك؟ تمام. وبعدين بعد اعداد قسيمة او كشف ارساليات، كشف سميه اعداد قسيمة او اسف كشف او مستند ايش بنسميه؟ ارساليات شيكات مقاصة. والكشف هذا او المستند هذا بالشكل التالي. هنا بنك العربي الوطني حسب ما هو عندي، نكتب ارساليات شيكات مقاصة. تمام. طبعا التاريخ شيكات مسحوبة على البنك، اي بنك؟ ناخذ اول بنك، بنك الاهلي الاردني. بعدين بعمل هيك الجدول وبقول فيه المبالغ ورقم الشيك. نيجي لاول واحد نعمله، في عندي شيك 3291 قيمته 2000، شيك ثاني 7829 قيمته 3000، الشيك الثالث 5000، 1628 الشيك 7000، رقمه 9285، 12500، رقمه 1273. ماشي. القيمة 29500، 29500. وين بنعمل ايه؟ التوقيع وختم في البنك. تمام. وبدي اعمل سريع ثانيه، وظهر عندك كان كمان موجود، ظهر عندي على الشاشه ارساليه لكل بنك. هنعمل ارساليه لبنك اسكان، ارساليه
لبنك الاسلامي الاردني، ارساليه لبنك قرع عمان، وارساليه للبنك الاردني الكويتي بنفس الاليه، بنفس الاليه. تمام هيك؟ الحين كل بنك بده ارساليه، كل بنك بده ايش؟ ارساليه فيها تفاصيل الشيكات، فيها تفاصيل الشيكات اللي هي المبالغ ورقم الشيك بس. تمام هيك؟ خلصنا؟ تمام. الحين البنك العربي الوطني في عنده صار مصدر 5 ارساليات، كل ارساليه حيرفق مع الارساليه الشيكات الخاصه بالبنك المعني، ويحط الشيكات والارساليه وصوت الارساليه والارساليه في مصروف ويسكر عليه ويختم عليه وياخذ معه ويروح على غرفه المقاصه. بس قبل يروح على غرفه المقاصه، قبل يطلع من البنك، بدي يعمل مستند ثاني اسمه نموذج تقديم. يعمل ايش؟ نموذج تقديم. طبعا هذا بكون نموذج مستلم من المقاصة، مكتب المقاصة، اسم البنك اللي هو البنك العربي الوطني، كويس، جلسة رقم جلسة أولى. بعد هيك حيروح يعمل الجدول الثالث. طبعا هذا كله ايش؟ مستند. حقسم الى 3 أو 4 خانات، حيكتب في الخانة هاند شيكات مسحوبة علينا. ها نوضحها، وان شيكات مسحوبة على ذنوب أخرى، وهي اسم البنك. أول بنك، بنك الأهلي الأردني، بنك الأهلي الأردني، حيكتب هان إن أنا بدي من بنك الأهلي الأردني 29,500 دينار بقيمة شيكات. شيكات عندي 5 شيكات، عدد الشيكات 5. تمام؟ تمام. وبدي من بنك الإسكان من واقع كل الشهر من واقع الإرسالية بدي 23,000 دينار، عدد الشيكات 4. وبدي من بنك الإسلامي شيكات بقيمة 23,000 دينار، كم شيك؟ 3 شيكات. وبدي من بنك القاهرة عمان شيكات بقيمة 35,000، العدد 5 شيكات. وبدي من بنك الأردني الكويتي شيكات بقيمة 9,500، العدد 3. والخانة هذه تبقى فارغة إلى أن يتم التوجه إلى غرفة المقاصة واستلام المصاريف من بنوك أخرى وتعبئة قيمها. تمام هيك؟ تمام. طبعا هنا كل ما بندوق، كل بنك لما بيستلم الشيكات بيقوم بتدقيقها وهو قاعد نفس الغرفة معاه لابتوب بتاعه متصل بسيستم خاص بالبنك تبعه، كويس، وهو قاعد بيقوم بتحقق من صحة الشيكات من حيث التوقيع، من حيث الرصيد، ومن أشكال شكل الشيك بايش يكون مزور، وبتأكد انه اذا تمام مو سليمة وفي رصيد وفي توقيع صحيح
يتم اعتماد الشيك هذا وتحويل القيمة إلى البنك المعني. تمام كده؟ تمام. خلصنا؟ خلصنا. الحين نرجع المثال. بعد هيك تقول لي وقد تم ارسال هذه الشركة المنفصلة للتحصيل وخلال الجلسة استلم مندوب البنك 5 مغلفات من البنوك الأخرى تحتوي على إرساليات شيكات مصروف على حسابات جارية لديه وتفصيلاتها كما يلي: 6 شيكات البنك الإسلامي، 5 شيكات البنك القاهرة عمان، 7 شيكات البنك الإسكان، 3 شيكات البنك الأردن الخليج، و9 شيكات البنك الأردن. طبعا هنا يا شباب الشيكات حتيجي بمصروف، مصروف في إرسالية وفي الشيكات نفسها كويس، ومن راح اخذ المصاريف هذه وهدققها واتاكد من صحتها من حيث الرصيد، من حيث التوقيع، ومن حيث الشيك نفسه كويس، واتاكد من صحته. بعد التدقيق يقوم المندوب بتعبئه الخانه. طبعا هنا استلم من بنك الاسلامي 6 شيكات، كم قيمتهم؟ اخذ القيمه بس. كم القيمة؟ استلمنا بمنتج استلام شيكات بقيمة 17500، واستلمنا بنك القاهرة عمان 5 شيكات بقيمة 21400. وسبع شيكات بمجلس كان، 7 شيكات بمجلس كان، ها، قيمة 33900. وبالبنك الأردن كم استلمنا؟ شيكات بقيمة 26300. بنك الأردن الخليج 14900. خلصنا؟ تمام. الحين نيجي نجمع الطرف هذا علينا قديش وإلا قديش. لو لاحظنا ها هتلاحظ انه المجموع هان قديش؟ 120000. والمجموع هان 114000. يعني أنا بدي من البنوك 120000، والبنوك بدها مني بقيمة 114000. إذا أنا بدي منهم 6000 رصيد لنا. تمام؟ بدي منهم إيش؟ 6000. بدي أنا إيش؟ 6000. تمام كده؟ لعند هنا. تمام. الحين بعد انتهاء جلسة المقاصة واستلام الشيكات، الحين كل بنك بيرجع، كل موظف أو مندوب البنك بيرجع لبنكه. الحين يتولى مدير غرفة المقاصة بعمل جدول تصفية. جدول ايش؟ بسميه جدول تصفية. كيف شكل جدول تصفية؟ بالشكل التالي. طيب تعال نشوف الجدول. هذا شباب نريد تقديم خلاصة الرسالية و
جدول التصفية حتكون خلاصة النماذج الترطيب المستلمة بين كل بند على حدة. فهي جدول جدول التصفية طبعا انا مش هعمله بالكامل هنا بند المركزي اليوم نيجي هان اسم البند صغر معانا شوية ما علينا نكبره شيكات مسحوبة لهم شيكات مسحوبة علي لهم عليهم لا تعال نشوف اسم البند اول واحد وبس البنك العربي الوطني بنك العربي الوطني من واقع نموذج التقديم حيكون ايش له 120000 ايش عليه 114000 له ولا عليه له يعني له 6000 خلص حيجي على بنك القاهرة عمان بنك اسكان هيعمل نفس الشيء بنك الأردن بنك القاهرة عمان بنك العربي بنك فيلادلفيا كل بنك على حدة هيعمل بالشكل التالي تمام هيك؟ تمام طيب هنكمل في موضوع جدول التصفية عشان في بعض القيود هناخدها خلال جدول التصفية.